اسقاس مبركي اسقاسي غدان في الجميع تادو سيد لهنا السعادة ان شاء الله. حزب التجمع الوطني الاحرار اليوم ينظم احتفاليه كبيره بمناسبه السنه الامازيغيه الجديده التي نتمنى ان شاء الله يعني تدخل على بلادنا وعلى صاحب الجلاله وعلى عموم المواطنين بالصحه وبالسلامه ومزيد من الازدهار والتالق. وطبعا هذه مناسبه التجمع الوطني الاحرار يعبر مره اخرى عن انخراطه القوي في هذا الورش الذي يرعاه جلالة الملك. خطاب أجدير مازال يتردد في المسامع ديال المغاربة جميعا للترسيم الدستوري، واليوم نعيش واحد التفعيل هذا الورش بوضع جميع الإمكانيات سواء يعني الإمكانيات المادية ولا القانونية لكي يعني نصل إلى ما نطمحه إليه جميعا عبر تفعيلين سليمين لهذه الثقافة وهذه الهوية التي يعتز بها المغاربة جميعا. فمن خلالكم سنة سعيدة للجميع، شكرا لكم. هذا الندوة ديال اليوم واختيار هذا التاريخ بالضبط هو تأكيد على رمزية هذا الموعد اللي هو مطلبنا في التجمع الوطني الأحرار بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ونود أن نسجل أن الحكومة برئاسة السي عزيز خنوش بذلت مجهودات جبارة في إطار هذا المسعى الوطني لتنفيذ مقتضى دستوري، ورغم كل ما تم إنجازه فنحن ما زالت طموحاتنا كبيرة وسنعبر عنها اليوم لدفع الحكومة لرفع درجة تعبئتها ولتسريع وتيرة المبادرات التي إن شاء الله ستنتهي بتفعيل وأجراءات وتطبيق الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. مبادرات كثيرة انطلقت، نحن نحيي الحكومة على إطلاقها في كثير من المرافق والوزارات والقطاعات. وبمناسبة هذا الاحتفال نجدد مطلبنا الكبير بتحويل هذا اليوم إلى عطلة رسمية ضمن جدول العطل الرسمية في البلاد. نأمل أن يتم هذا التنزيل للطابع الرسمي للأمازيغية بتوافق وطني بدون استغلال سياسوي وبطموح لتحقيق العدالة اللغوية والعدالة المجالية والعدالة الاجتماعية. عزول فلاو سادية محزون نائبة برلمانية من التجمع الوطني الأحرار لجهة بن ملال الخليفرة. المناسبة يخف وقرو أمازيغ ينضم الحزب التجمع الوطني الأحرار جبهة العمل السيد جوكرا ومصاوات خفويا ديان تفعيل الطبع الرسمي المازيغ ثم مازيغ تيجي الموروث الثقافي كسوات المازيغ تنخ فات الحكومة ثات زرينين همشنت، ولكن الدستور 2011 إن بين ثم مازيغ يشت اللغة ثار سميث المازيغ تنخ غايطبقا اللو اللي دنخاتي نصربي وش سي جوادو راك سواث قال الخطاب التاريخي واش دير اقليم خنيفرة. قالوا الحزب التجمع الوطني الاحرار يساشي جنوادو يا غوري لهم صواد راك البرلمان احمد فهيم ميدن دي مزداغ اي مزيغ نقرا جبال ميتينين الا هم صواد كذلك كيجنا هي المؤسسات سر المناسبه يا ذاتينين يخف وقرو امازيغ لانس باراكي وليد نخالي زيد ربي كوسانس لانس باراكي الحزب نخدم مدلين الحزب يا اخي لا الرئيس ومثل الرئيس عزيز خنوش الصبراكي مزيغ انت مزيغين دي مغربيين سلحامة داخل المغرب دبرا المغرب لسنتيني خاص كوسنونا باركوي المنذر هنا تغزي العمر تودرت دي سكوسني مزورين غيف نخد غيفون ثاني ميرثنون. محمد رئيس فريق التجمع الوطني الاحرار بمجلس المستشارين. اليوم كنحضروا هذا اللقاء المهم بالمناسبه ديال اليوم العالمي او السنه الميلاديه الجديده ديال الامازيغيه في مقر الحزب ديال التجمع الوطني الاحرار تخليدا لهذه الذكرى. كيف كنعرفوا فتفعيل الطابع الرسمي الامازيغيه عرف اشواط جد مهمة، واخا في البداية كان شوية ببطء، ولكن الآن بعد تولي السيد رئيس السي عزيز خنوش رئيس الحكومة يعني أعطاها واحد الاهتمام خاص،
ومشى بعيد يعني خرجنا واحد مجموعه ديال القوانين اللي غادي ان شاء الله غادي يكون هذا الترسيم يعني في اقرب الاجل ينزل الى الواقع. كيف كنعرفوا الامازيغيه الاصل احنا كل المغاربه كلهم امازيغ الحقيقه كلهم امازيغ. التاريخ ديال الامازيغ معروف يعني ابتداء يعني بمازيغ بنو كنعان بنو حام بنو نوح يعني راه حتى بالنسبه لهذا التاريخ ديال السنه الميلاديه ديال الامازيغ راه ما بدات الا بعد انتصار الملك الامازيغي المعروف شنقيش على رمسيس الثالث. هنا بدات يعني السنه الميلاديه السنة الأمازيغية اللي بدأت يعني بالتعداد ديالها، ولذلك فالمسار هو يعني كيعرف واحد نهضة جديدة خصوصا بعد كما قلت بعد تولي السيد رئيس الحكومة. احنا ان شاء الله داخل مجلس المستشارين مازال معطلين فيما يتعلق بتطبيق الأمازيغية خصوصا في الأسئلة ولا في الترجمة الى اخره، ولكن مجلس النواب راه خدا يعني المبادره وبدا كيخدم بها، ولكن احنا كنضلوا داخل المجلس باش ان شاء الله يكون نفس الشيء بحال مجلس النواب. واعتقد بان مازال هناك عمل اللي خصو يدير خصوصا مع الجبهه الامازيغيه اللي غادي ان شاء الله نمشيو فيها يعني بالتوقيت اللازم وبداك الشيء اللي خصو يكون وخصو يتنزل عين الواقع. من انا زر قدام راح امين رب العالمين. شكراً على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحباً بك.